السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير الرقم السري الخاص بالفيزا بتاعتنا. كل اللي احنا هنعمله هنتوجه لأقرب ماكينة ATM وبعدين نبدأ نحط الفيزا بتاعتنا في المكنة. ما تنسوش تصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي هنختار اللغة العربية وبعدين نكتب الرقم السري. هيفتح لنا الصفحة دي اللي فيها المبالغ اللي احنا هنسحبها، فاحنا مش هنختار منهم اي حاجة وهنختار كلمة اخرى. وبعدين هنلاحظ ان في القائمة اللي على اليمين في قائمة على اليمين وقائمة على الشمال، فهنيجي على القائمة اللي على اليمين هنلاقي تاني اختيار معنا اللي هو تغيير الرقم السري، هندوس عليها. هنا بيقول لنا برجاء ادخال الرقم السري الجديد. وبيقول لنا الرجاء اعادة ادخال الرقم السري، هنكتب الرقم السري الجديد اللي احنا لسه كاتبينه. بيقول لنا تم حفظ الرقم السري الجديد، هل تريد اجراء عملية اخرى؟ فانا هدوس لا. ودلوقتي الفيزا طلعت وكده خلاص غيرنا الرقم السري بتاع الفيزا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.